كيف الحال والأحوال؟ رجعنا معكم مقطع جديد من لعبة روبلوكس وبسكنات جديدة وبتكون مجانا. طبعا حبايبي توصلني كومنتاتكم وبقرأ كل الكومنتات، لكن مش أقدر أرد عليكم كلكم لأنه بتاخذ من وقتي وأنا معي دراسة. فكتير كومنتات وصلتنا من مبارح واليوم نوبة، نحن اشتقنا لك، ليش ما بتنزل فيديو يقبرني المستاء لأنا؟ فحبايبي بسبب الدراسة أنا مش أقدر أنزل فيديو. وبالمناسبة أصدقاء، إنه هذه السكنات المجانية نزلت تقريبا قبل يومين، وأنا صورت الفيديو الجمعة، إذا بتلاحظوا فوق يعني تاريخ التصوير الجمعة، أوكي؟ فمش قدرت إنه بونتجه لأنه شوي بيكون عندي تذاكر كتير، أوكي؟ فيلا أصدقاء، هذا هو الماب، نكتب صلاة على النبي ونفوت على الماب سوا. إذا أنت مش ماخذ السكنات معي يا صديقي، هلا بتاخذ السكنات المجانية. وبالمناسبة يا أصدقاء، هذه السكنات بتكون للشباب مش للبنات. هذا الماب جايز بيعطينا تيشيرت مجانا، كمان بيعطينا شيء بيضعف الظهر شبه السيوف، وكمان بيعطينا رقصة مجانية، اوكي، وكمان بيعطينا شيء بيوضع على الكتف. رابط الماب بتلاقوه باول كومنت مثبت او بصندوق الوصف، اوكي. اول ما فتح معنا الماب، فتح معنا في هذه الواجهة، بنشوف شو هي المهمات المطلوبة مشان نحصل على السكنات المجانية. خليكم معي خطوة بخطوة. فنكبس هون يا حلوين، بتظهر لنا المهمات المطلوبة مثل ما تشوفون في كوينز، لازم نجمع الكوينز، اوكي. طبعا مكتوب سعر الكوينز جايز، اذا بتوقفوا الفيديو بتشوفوا سعر الكوينز، كل يعني شيء مجانا يكون له سعر في الكوينز. والحد الادنى اذا بتجمعوا 3000 من الكوينز بتاخذون كل الاسكنات المجانية. فكيف نحصل على هذا الكوينز وكيف بنجمع؟ اول شيء بنفوت لهذا الملعب وبنوقف فوق الدائرة اللي بيصير لونها اخضر، بيظهر علامة الكف، بنكبس على الكف، بعدها بيظهر هذا الشيء مثل شبه المستقيم وفيه مربع بيكون لونه اخضر، هذا السهم اللي بيمشي او الزر، اوكي. لما بتوصلوا على المربع الاخضر بتكبسوا عليه بيصير معاكم، اوكي، بيصير معاكم. بهذه الحالة يعني انتم بتسجلوا الهدف، يعني بتهدفوا بكرة السلة مثل ما تشوفون. اعطوني كوينز، اوكي. وهلا برجع مره ثانيه وبكبس على علامه الكف وعاد المحاوله ثانيه، وكل ما بتهدف في المربع الاخضر بيصير معك سريع الزر، اوكي. اذا انت شاطر يا صديقي وبتعرف انك بسريع في حركه الزر، انت يا صديقي راح تجمع الكوينز بسرعه، اوكي. انا مش شاطر بهيك امور، اوكي جايز. وبهذه الحاله تجمع الكوينز وبتاخذ كل السكنات مثل ما تشوفون، اعطوني 29 كوينز. وبهذه الحاله يا اصدقاء هيك بتجمع الكوينز، بتوقفوا على الدائره الخضراء، بتكبسوا على الكف، بعدها هذا الزر اللي يمشي لازم لما بتوصلوا على اللون الاخضر بتكبسوا عليه، وبهيك بينحسب لكم. كل ما بتكبسوا عليه وبتجيبوا يعني بالهدف صح باللون الاخضر او في المربع الاخضر، بيصير معكم شوي الزر سريع، بنفس الوقت بيعطيكم كوينز كتير. هلا يا اصدقاء انا حاسرع الفيديو مشان مش اطول عليكم، وبعدها يا حبايبي بشوفكم قديش انا جمعت. طبعا يا حبايبي انا قصيت الفيديو وسرعت الفيديو، شوفوا قديش انا جمعت 500 كوينز، اوكي. وهلا جمعت 31 مثل ما تشوفون الكوينز اللي فوق اللي عم بيزيد معي، اوكي. وكل سكن مجاني مطلوب منك عدد الكوينز اللي بتجمعه، اوكي جايز. هي فقط بيوصل هذا الزر جنب المربع الاخضر بتكبسوا عليه. انا يا حلوين وقفت الفيديو لانه صار في كتير يعني تصوير، اوكي. مثل ما تشوفون انا جمعت 46 كوينز، وبهيك يا اصدقاء انا انجزت اول مهمة واعطوني الاسكن الاول، اوكي. هلا يا حلوين حجمع للمهمة الثانية، مثل ما تشوفون انا وقفت الفيديو وكمان جمعت 2925 من الكوينز. كمان يا اصدقاء باخذ الاسكن التالي. انا بوقف الفيديو مشان مش اطول عليكم ومش يصير ملل الفيديو مطول. مثل ما تشوفون نحن حصلنا على الاسكن الثالث. اما بالنسبة للاسكن الرابع لازم يا صديقي انك بتجمع 3000 من الكوينز مشان تاخذ الاسكن الرابع. وبهذه الطريقة يا حبايبي نحن نجمع الكوينز، اوكي، من خلال الكبس على هذا المربع اللي بيصير في اللون الاخضر، وبهيك نجمع الكوينز. كل ما بتهدفوا اكثر في المربع الاخضر كل ما يا اصدقاء بيعطيكم كوينز اكثر. ومثل ما تشوفون يا حبيبي نحن قربنا على وصول 3000 كوينز، اوكي. وقفنا الفيديو بعدها رجعنا، مثل ما تشوفون انا حصلت على 3013 كوينز واعطوني السكن الرابع والاخير اذا بتشوفوه، اوكي. فهلا يا حبيبي بخرج من الماب وبروح على المخزون وبشوف الاشياء اللي حصلنا عليها مجانا.
بروح على المخزون، بروح على التيشيرتات. مثل ما تشوفون نحن حصلنا على هذا التيشيرت مجانا. واو، عن جد واو. هذا التيشيرت بيكون اكثر شيء للاولاد مش للبنات، لكن هو كمان بيصلح للبنات. كمان يا حلوين حصلنا على هذا الشيء، ما بعرف شو هذا الشيء. يمكن يا حلوين هذا الشيء بلبسه لاعب الملاكم او لاعب كرة السلة بيلبس هيك شيء. المهم يا حلوين هذا السكن الثاني، وهذا السكن الثالث اللي هي السيوف. عن جد واو، كتير كتير حلو، واكثر شيء بيكون للاولاد. والسكن الرابع يا حلوين هذا الرقصة، فمبروك عليكم الرقصة وهذه السكنات المجانية. كمان يا حلوين في الشوب نزل هذا الراس المجاني، اذا بعدك مش ماخذه يلا يا صديقي سوا بناخذه. اوكي انا اخذته سابقا لكن بشرح لكم. بروح على الشوب. اوكي جايز، بعدها بنكبس هون، بنختار رابع وحده، بنكبس بلاي، بعدها بنكبس هون وبنسحب الشريط حط كلمه فري. ومثل ما تشوفون هذا هو الراس، انا سابقا اخذته. حبايب هذا الراس يعني في شعر بيرهم عليه وفي شعر مش يرهم عليه. اوكي الشعر المجاني اللي سبق اخذناه بيرهم على هذا الراس. مثل ما تشوفون هذا الشعر الشحن مش يرهم عليه، هذا مش حلو عليه. اوكي لكن الشعر المجاني هذا الشعر عن جد واو واو كتير حلو، بيرهم مع هذا الراس. اللي بدهم سكنات مجانية واللي مش يقدر يشحنوا بيصير يا اصدقاء انكم بتغيروا شخصيتكم. مثل ما تشوفون معنا هيدا الوجه مجانا، كمان هيدا الوجه مجانا. فبعرف انه هلا الشاحن بيقول مش حلو لانه هو عنده سكنات بتكون احلى، لكن الناس اللي مش شاحنه بدها بتغير من شخصيته ما بتعرف كيف بتغير. فهيدا الشعر بدكم مجاني يا اصدقائي، وعدكم هذا الراس تاخذوه من الشوب مجانا، كمان عدكم هذا الوجه سبق ونزلت عنه فيديو كيف بناخذ هذا الوجه مجانا، والوجه اللي قبله كمان اخذته مجانا. فالناس اللي مش شاحنه تقدر يا صديقي تغير شخصيتك، فاخذ السكنات اللي بينزلوها مجانا. وكمان يا اصدقاء هي فتره وبتلغي كلمه مجانا وتصير في روبوكس، مثل السكنات اللي اخذناها من المابات الشعر وغيرها اخذناهم مجانا. بعد يومين شفتوا نزلوا في الشوب وكتبوا عليه 100 روبوكس بالنسبه للشعر الابيض والشعر الوردي. فيا حبيبي هنا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى استفدت من المقطع. كانت معكم نوبه دبتي، في امان الله.